برحب بيك يا كابتن مرة تانية. طيب قولي، مش بتفكر تتجوز؟ أنا؟ لا والله خالص دلوقتي. يعني لأ؟ دلوقتي حالياً لأ. مستحيل. ليه؟ حاطط لأن بلان لإمتى؟ مش بلان، بس يعني هو أنا ما بفكرش في حاجة دلوقتي غير إن أنا أنزل الملعب خالص. مش حاطط أي حاجة. أنا بروح، أنا بخلص تمرين بروح أنام، بخلص تمرين أروح أنام، ما بفكرش في أي حاجة. صحابي بيجوا بيزهقوا مني عشان عايزين ننزل وأنا ما برضاش أنزل. فانا طبعا طبعا سنة الحياه لازم انا اتجوز يعني، بس مش حاططها دلوقتي خالص يعني بصراحه، هدف قدامي بصراحه. طب لو اتجوزت ممكن تاخد راي مراتك في حاجات مثلا في الكوره، في ليها علاقه بشغلك، ليها علاقه باي حاجه؟ طبعا انا عايشها معايا لحظه بلحظه بصراحه. يعني هتاخد برايها وتعمل بيه؟ لا يعني ممكن ما بتفهمش وتفهم في الكوره توديني في داهيه. لا يعني لازم تكون بتفهم في الكوره. لا يعني ممكن مثلا يعني قرارات الكوره طبعا اكيد انا اللي هقدر اخدها معايا، بعدين انا معايا كمان وكيل. فالموضوع هيبقى في القرارات المصيريه دي، لا يعني اكيد هاخد رايها وكل حاجه، بس يعني هاخد ورميه الزباله. لا انت فعلا نيتك ما ينفعش تتجوز. لا والله يعني قصدي اللي هو يعني طبعا هستشيرها طبعا واقول لها على كل حاجه، بس هتعمل اللي انت عايزه في الاخر. مش اللي انا عايزه قوي يعني، بس يعني اللي هو ايه، لان هي برده مش تفهم في قد يعني. طب ممكن تتجوز واحده بتفهم في الكوره؟ ماشي، بس برده مش تفهم قد. هتفهم قد ازاي؟ فاهم قصدي؟ فانا هقدر اخد يعني اكيد طبعا استشيرها، بس هاخد يعني احس ان انا بقى اعرف اخد قرار لوحدي يعني، احس كده. بس طبعا هشاركها في كل حاجه في حياتي طبعا يعني. لو مراتك قالت لك لو جالك عرض احسن بأجر اعلى بره النادي الاهلي؟ بص، هو انا مش محتاج يعني، ما بحبش احلف خالص يعني. بس ما اعرفش، بحلف كتير بس انا ما بحبش احلف. انا بلعب الكوره بس عشان انا بحبها. والله بجد بلعب الكوره بس عشان انا بحبها. عمري في حياتي ما فكرت في فلوس، باخد كام، بعمل ايه، بودي فلوسي فين. عمري ما فكرت في فلوس خالص خالص. الاداري عندنا هنا لو موجود دلوقتي حاليا، انا عمري ما سالت على فلوس. عمري ما سالت القبض هينزل امتى مثلا، عمري ما سالت انا هاخد كام. اقسم بالله عمري مش عشان انا في يعني في قدام الكاميرا بقول كده، لكن والله يا ريت تسالوا ورايا من ورايا كده الاداري عندنا. انا عمري ما سالت ولا باخد كام ولا هسال ولا عايز اسال. انا بلعب الكوره فقط لا غير، لان يعني لان انا بعشقها، بس حبا في كره القدم فقط. انا عاجبني والله يا كابتن روحك والله يعني بجد. الحلوه طبعا، وحبك للنادي والله بجد والله. دي حاجه ليها حق الجماهير تحبك. 2020 كانت سنه صعبه جدا بسبب ظروف طبعا الكورونا، انت لسه ايه؟ بس يعني بالنسبه لي كانت يعني تمام يعني. طول ما احنا يعني الحمد لله يعني اهلنا كويسين واصحابنا واخواتنا كويسين، احنا الحمد لله مش متضايقين طبعا. الخروج وكل حاجه الناس كانت بتتخانق، لكن انا عادي، انا تمام بصراحه. ما كنتش متضايق خالص، ما كنتش مرعوب من الكورونا خالص خالص يعني. يعني كان يومنا كان جميل، والعيله عندنا كنا بنتجمع وكنا بنصلي التراويح في رمضان مع بعض، وكنا بنعمل اجواء جميله جدا 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 يعني. يعني تمام يعني، ما كناش متضايقين خالص خالص يعني. درس اتعلمته في 2020 او حاجه اتعلمت تقدرها او تفهم معانيها في 2020؟ درس اتعلمته القعده بقى في البيت والسيرش على الانترنت، يعني حاجه اتعلمتها. مفيش اجمل من القعده في البيت بجد. والله يعني انت شايف كده؟ بصراحه مفيش اجمل من القعده ما بين مع والدك ووالدتك واخواتك. مفيش اجمل من كده والله. الكورونا قوي. الكورونا قوي. طيب على حس رمضان المسلسلات تمام موجوده، قولي ايه اكتر مسلسل تابعته او بتحب دايما تشوفه لما بيجي، او ايه المسلسلات، نوعيات المسلسلات اللي بتحب تتفرج عليها؟ لا يعني انا مش يعني بتفرج طبعا على مسلسلات، بس مش كيف قوي مسلسلات يعني. ده انت بيتوتي يا كابتن بقى يعني، ازاي مش بتفرج؟ ما بقعد مع اهلي بقى يعني، بيتوتي مع اهلي. ما بتفرجش على مسلسلات؟ لا بتفرج. اهلك بيتفرجوا؟ انا اكتر حاجه يعني بحب، اكتر حاجه في البيت بحبها التلفزيون. بس مش يعني اوصلها ازاي. مسلسلات بتفرج، بس مش ممكن، مش في رمضان. ممكن اجمع مثلا مسلسلات معينه اللي هو اعرف اتعلمتها من حد دي. اعرف المسلسلات اللي هي الكويسه قوي قوي وحلوه، اجمعهم بعد رمضان اخش بقى اللي هو ايه. اصل انا بتضايق قوي لما مسلسل مثلا، انا كنت بتابع البرنس السنه اللي فاتت، اتضايق قوي لما مثلا يخلص على حاجه معينه وتبقى عايز تستنى يوم كمان عشان تشوف الحاجه خلصت. عايز تشوف ورا بعض. عشان يعني هم دايما بيشوقوك للحلقه اللي بعدها. فبقيت يعني نفسيا اتضايقت،
فقررت بقى ان انا بعد رمضان ان شاء الله بقى بعد رمضان هتجمعهم اجمع بقى واتفرج. طب شخصيتك ايه مثلا في حبك للمسلسلات؟ بتحب الاكشن، دراما، رومانسي؟ لا الدراما اكتر. بتحب الدراما مسلسلات رمضانيه؟ يعني بتاثر شويه. مين ممثل شايفه يعني سوبر ستار او يعني نجمك المفضل يعني الممثلين رجالة؟ عادل امام طبعا. عادل امام استاذ عادل امام انا اسف استاذ. طيب يعني باي حاجه ليه بتفرج عليها بصراحه. اي حاجه. طب مين الممثلين؟ زمان كان احمد زكي بصراحه. احمد زكي وعادل امام. النمر الاسود خطير. يعني بتفرج عليه كتير. طب مين الممثلات البنات؟ البنات؟ لا والله ما فيش، والله مش قصدي والله تناكه ولا حاجه خالص، بس ما فيش. طب ما فيش واحده كانت فتاه احلامك وانت صغير؟ لا انا وانا صغير ما كانش لا في التلفزيون خالص، ولا كنت اعرف ممثلين ولا ممثل. انا اقسم بالله بجد ماليش في حاجه في حياتي غير الكوره بس. اللي فهمته من شخصيتك ان انت شخص يعني عائلي جدا، بتحب تفطر طبعا مع ده الروتين اللي هيحصل في رمضان، انه الفطار هيكون طبعا كل يوم مع عيلتك. ولا بس يعني بقالي رمضانين كده يعني بتعزم كتير قوي بره البيت. وبعدين بقى انت المفروض يعني كلاعيبه كوره المفروض بنظبط اكلنا، فانت لما تروح بقى لحد وبعدين لما بتبقى معزومه بقى احسن اكل بينزل، وبعدين بقى ما بينزلش غير الايه اللي بيتخنك. رمضان كلك محاشي جلاش. أيوة يا جماعه كل العزايم كده يا جماعه فيها يا جماعه. اقول لصاحبي يا ابني انا لازم بناكل، يعني لازم اصحابي اللي رايح عندهم يا ابني يا حبيبي انا لازم يبقى اكلي خفيف. عينيا ما تقلقش اقسم بالله ما بلاقي حاجه عدله غير والرز ساعات بيبقى كمان مش مكسرات. والله هتلاقي عليه زبيب وكبده يا عم ما اللهم اجعله سهل، ما تعمل لي شويه رز وسلطه وخلاص. لا ما يعني بس يعني الدنيا بتبقى حلوه بصراحه. اجواء رمضان بتحب اجواء رمضان قوي قوي قوي. بتفطر وبتتسحر ولا بتفطر بس؟ لا يعني بتتسحر كمان. بنعاني على فكره، بنعاني لان يعني الـ يعني دكتور التغذيه بيبقى محتاجنا ناكل، وبعدين احنا بنصوم فتره كبيره. وبعدين انا اتعذبت في المانيا، انتوا مش متخيلين انا عانيت قد ايه في اسبانيا يا جماعه في رمضان اللي هو اللي قبل اللي فات ده. اتهنت حرفيا المده. لا المده صعبه، انت الفجر هناك بيأذن كام؟ الفجر هناك بيأذن 2:30 والمغرب تخيلي كام 9:30. 9:30 وكنت بتمرن تمرينتين. انا مش قادره يعني مش قادره اوصف لكم يا جماعه بجد، يعني انا تعبت قد ايه هناك. لا تمرينتين وهناك التمرين مفيش هزار، هم فعلا المان مكن. تمرين هتعمله يعني يا عم انا صايم الله يهديك. هم مش فاهمين، هم مش مصدق ان انا يعني مش مصدق ان انا صايم اصلا. يعني انا شرحت له الصيام بيبقى عامل عندنا ازاي ورمضان ازاي، مفيش مش جايه معايا. 9:05 9:05 يا ابني الله يهديك. سعد ونيدفيد انا لحقتهم، كانوا هم جم يوم في رمضان. قعدوا يوم خلاص انا هننزل مش قادرين. لا الموضوع كان صعب. وبعدين انا قعدت بقى كام يوم، 15 يوم كتير برضه. لا تعبت، انا رجعت كنت عامل زي العصايه ما كنتش باكل. وبعدين انت لما بتصومي فتره طويله مش تاكلي كويس، لان يعني لقمه واحده بس ممكن تشبعك. اظن كده ولا انا لوحدي كده؟ لا هو بصراحه في رمضان فعلا يعني انا هتكلم عن نفسي، يعني ما اول ما باكل على طول خلاص. صح ايوه. وبعدين بقى لو يا سلام بقى لو شربت بق ميه والله ما ادوي. خلاص فعلا دي حقيقه. شدوا الاكل عشان كده سالتك بتفطر وبتتسحر، في ناس خلاص بتبقى قفلت من لا يعني في رمضان هنا احنا نحمد ربنا قوي يعني. هنا نعم. المغرب الفجر 5 والمغرب 6 ايه الحلاوه دي؟ ايوه هو ده صيام ده. فلا اتهنت هناك. يعني الموضوع كان صعب جدا جدا جدا. في الفقر